كيفك يا صبايا؟ بتمنى انه كلكم بخير. الفيديو اليوم عملته هذا اللوك مع منتجات جديدة في عنا في السوق، اشياء جديدة وصلتني، اشياء انا شريتها وحبيت اجربها معكم. فهذا اللوك اللي طلع معي، بتمنى انه اللوك يعجبكم وطريقته تكون هوينا عليكم. بما انه عنا اعراس على اعراس ومناسبات على الابواب، اذا عندكم اي طلب للوك حابين احنا نعمله مع بعض اكتبوا لي تحت في التعليقات. بتمنى ان الفيديو يعجبكم، تنسوا تعملوا لايك كومنت سبسكرايب للقناه وتتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي ميك اب باي آية، وبشوفكم في الفيديو الجاي. رح استعمل برايمر الذهب من غارلين واحطه على كل وجهي. حبيت كثير اللمعة اللي بعطيها البرايمر للوجه، اكيد رح تأثر على الميك اب لما نحطه. فبرايمر الذهب هذا من غارلين كثير حبيته، وهي ثانية عليه لفعل. بمشط حواجبي وعشان اعلمهم من اسنس. هاي الباودر للحواجب اللي فيها لونين، لون فاتح لون غامق. احط الفاتح اول الحاجب والغامق اخر الحاجب. انظف الحواجب في باليتا من كريولان، هاي الباليتا نمرة 3. هاي منظر الحواجب عندي بعد ما نظفتهم وعلمتهم. بدي استعمل من استيلاودر الميك اب الجديد تبعهم اللي هو دبل وير نيود، اللي هو كوشن ستيك. بيجي له راس من فوق سفنجة، وهو أخف من الدبل وير العادي، سعره نفس سعر الدبل وير بس أخف منه، ومناسب أكثر لليوم يوم للصبايا المدمنات الدبل وير. بنصحكوش فيه، شخصيا بدمر البشرة عن تجربة إذا استعملتوه يوم يوم. الدبل وير العادي بس للمناسبات، بيستعملوه للعرايس ومش لكل يوم تطلع فيه على الشغل او على المدرسة. فبنصحك تستعمل ميك اب اخف. هذا الميك اب الجديد تبعهم بكثير تغطيته، كثير تغطيته حلوة وبكثير اخف من العادي. درجتي في هذا الميك اب هي 3W1، نفس درجتي في الاستيلاودر العادي. فانا رح احطه على وجهي عشان اشوف التغطية. ما حبيتش صراحة هذا الاشي اللي من هون، فانا رح احطه على ايدي وادمجه في البيوتي بلندر العادي. بدمج في الطبطبة عشان يبني عندي الميك اب ويضل فترة اطول. بقربش على منطقة تحت العينين، لأن منطقة تحت العين المفضل نحط لها كونسيلر. للكونسيلر تبعي رح استعمل ماك برو لونج وير نمرة MC35. البقعة تبعتي بتضل ضايعة، فأنا متأسفة على المنظر. وما لقيتش ولا كونسيلر أحسن منه بصراحة. يعني كيف بحط كونسيلر؟ بحط تحت العين، وفي الدمج بطلع لفوق. الفرق بين هذا الكونسيل هاي الناحة وبهذيك الناحة، ما حطيتش كوريكتور. اللي حلو فيه انه هو شوي ثقيل، انه بغطي الهالات الخفيفة بدون كوريكتور. يعني انت مش بحاجة لكوريكتور برتقاني، مثل ما انتم شايفين عندي هاي الخفيفة هون حوالي عيني، خفاها وما صارش رمادي زي اي كونسيلر عادي. في الباليتا المفضلة تبعتي ورح استعمل هذول اللونين عشان اعمل هايلايتنج. Thank you.
كيف وجهي صار ابيض ابيض رح احدد كل ملامح الوجه في الكونتور الناشف. رح استعمل باليت سماش بوكس ورح استعمل اللونين الغامقات عشان اعمل كونتور للوجه. بوب براون هاي البرونزر اللي فيه كمان لمعة ودحمي فيه الوجه. بدي استعمل من إيل مكياج اللون الفاتح اللي اسمه وايلد درايد اللي هو لون آي شادو كريم وراح احطه على الجفن. انا بستعمل باليت مورفي 35T. فرشاة دمج راح اعمل كسرة للعين حوالى الآي شادو الكريم اللي حطيته. بدي ألزق رموش من ماك نمرة 48. أنا بعد ما ركبت رموش من ماك لسه بحط عليهم ماسكارا وبصير كل إشي طبيعي. رح أدمج نفس الألوان اللي دمجتها من فوق كمان من تحت العين. حابة اخذ لون اسود ادمجه من تحت واخده معي لفوق اعمل فيه زي اي لاينر. ماسكارا من جارلين عشان ادمج الرموش مع بعض. بعد ما خلصت لوك العينين بدي استعمل من كيرلاين برو شيمر ان جلو كيت. بدي استعمل اللون الغامق هذول اللونين الغامقات اخلطهم مع بعض واعمل هايلايت لوجهي. بعدها رح اخذ من فلارمر قلم تحديد لشفاف نمرة 201 وعلم. وراح استعمل من فلارمر من الكوليكشن نيو ايج هذا اللون نمرة 2. من كارلاين اللي اسمه ماتت عشان اثبت اكثر الحمرة تبعتي. حاطة على الحمرة وهيك الحمرة تبعتي بتصير مات اكثر ثبتي اكثر. وبس هذا هو لوكنا لليوم. بتمنى انه عجبكو. اذا عجبكو تنسوش تعمل لايك كومنت سبسكرايب للقناة عشان يوصلكو كل جديد. بتمنى انه الفيديو تشاركوه مع صحباتكو
وتعملوا لي لايك على صفحتي على فيسبوك وفولو على انستغرامي، كمان تابعوني على سناب شات راح احط لكم سنابي هون، تابعوني هناك بحط هيك لقطات من يومي، فبتمنى اشوفكم في الفيديو الجاي، باي.